دربو عزيز، سلام خويا امين. هل ممكن فتح مقر لانشاء صفحات الفيسبوك وغيرها والموقع الويب؟ هل هناك مرابح جيده؟ سؤال لم افهمه. سلام اخي امين، هل ممكن، اسمعوا على اخوتي لا فهمتوا معايا، سلام خويا امين، هل ممكن فتح مقر لانشاء، انا عندما قلت فتح مقر كنت اعتقد انه مقر لشركه، فتح مقر لانشاء صفحات الفيسبوك وغيرها والموقع البي، هل هناك مرابح؟ انت تريد ان تفتح مكتب، تريد ان تفتح شركه لانشاء صفحات الفيسبوك، والله فكره. السلام عليكم، الشركه الفلانيه لانشاء صفحات الفيسبوك، ما صديقي لا اعتقد انها فكره جيده، تنشئ شركه من اجل انشاء صفحات الفيسبوكيه. واخي انا اعرف شركات تقوم بالدعايه، مثلا تكبير، يعني تكبير الصفحات ليست الانشاء، يعني تكبير الصفحات جلب الترافيك، اما يعني مساله انشاء الصفحات الفيسبوكيه، أن تنشئ شركه الهدف منها انشاء الصفحات الفيسبوكيه، اعتقد ان يعني الادز كما قال الاخ لايف دي كومنتري، يعني فقط الادز، يعني تتقن الفيسبوك ادز وتتقن تكبير الصفحات والى غير ذلك. اما انه تنشئ شركه من اجل انشاء صفحات الفيسبوكيه، المدير العام لشركه انشاء الصفحات الفيسبوكيه صعبه، لا هو صعبه يا اخي نادر، لا اعتقد انها ليست فكره جيده. بالنسبه اذا كانت الشركه مثلا قلت انشاء مواقع، نعم جيد، فيها فكره جيده، لان السوق، لا اعرف من اي دوله انت، لان الاسم غالبا يمكن انك جزائري ولست مغربي، سوق، هذه السوق يعني سوق مربحه جدا، حتى في المغرب راه سوق مربحه جدا اذا كنت بطبيعه الحال قادر على بناء علاقات مهنيه وتتمتع بنوع من الاحترافيه في العمل. نعم يعني اذا كان هذا هو الهدف، يعني انشاء هذا هو صح. اما انشاء شركه من اجل انشاء الصفحات، هذه الفكره يعني فقط ديليت انقر على ديليت والله يتخيلوا هكذا. نادر بوعزيز المدير العام لشركة إنشاء الصفحات الفيسبوكية يا سلام